السلام عليكم. السلام عليكم يا بنات، معكم ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. فيديو جديد، وين رانا؟ ما راناش برا، رانا داخل. وين رانا؟ معناها رانا في ستانواي في نيويورك سيتي، في ريستورون اللي هو اسمه سيرتا. ما عرفتش معناتها سيرتا، لازم تعرف معناها سيرتا. سيرتا هي عاصمه النوميديين اللي كانت في قسنطينه ونوميديا بكري، هي كانت الجزائر وتونس والمغرب. وخيرنا اسم سيرتا باش يكون في هذا الريستورون الجميله اللي راح تشوفها حاليا. اضرب طلع. تحكني الهضره كي دايره. والله والله ما شاء الله. راهي طاطا فايزه، انا نقولها طاطا فايزه هكذايا. طاطا فايزه دوكا ماك تعرف بلي هي اللي راهي طيب هنا في سيرتا. شحال خطرت مسكين ما لقيتش. والله سبحان الله، طاطا فايزه قاتنا جات بزاف تايم سكوير في اللعب باش تشوفني وما تلاقاش بيا، واني جيت لهنا ويتلاقات بيا. بزنس كار تاعك باش بزنس كار وما كاش كاع مشكل. وهي اللي يطيب الماكله هذه اللي انا نصوروا فيها دوكا، خاطر هي اللي طيبتها ما شاء الله. السلام عليكم. واش راك؟ السلام عليكم ورحمه الله. الله يحفظك. ورمضان مبارك ان شاء الله للمسلمين جميعا. بارك الله فيك. الله يحفظكم وان شاء الله يلمشم لنا بعضنا. ان شاء الله نبداو من هيك. تقولي لنا واش كاين؟ ها يا راه بسم الله. نا وي هاف الشوربه افريك تاع قسنطينه ما شاء الله. نا وي هاف الحريره الغربيه حريرة ما شاء الله. الدجاج وبالغنمي. الله 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 الله. طلعت ريحة القصة. روحي برك روحي برك. هذا الجراتان تاع الكورني فلاور وذا اكس اند الموزاريلا تشيز. ما شاء الله. وهذه البطاطا محمرة روستد. روحي. زيت زيتون والثوم والبصلة والزيتون. وهذا طاجين الحلو. صح. بسبح الصفراء. سبح الصفراء. وهذا وش قولي الحال الفطور بزاف. روحي برك روحي. هذا المشوي المحمر. مشوي محمر هاوليك. ما شاء الله ما شاء الله. تمشى مع البطاطا. وهذا طاجين مشوي. الله اكبر الله اكبر. تعلم. زيدي لي زيدي لي. ثاني البطاطا باش نديرو الدوب الغاشي، يحبوا البطاطا هذه محمرة بالفرماج كيري الداخل وكل شيء. ما شاء الله. وهذا طاجين تاع الدجاج بالزيتون. قولي لي جبر انت طيبي كلش. كلشي نطيبو في ساعة. ما شاء الله. جادور كويزيني. ما شاء الله. هذيك هي لا باسيون تاعي. ما شاء الله. وهذا البيف روستد. روستد بيس بيف ويذ صوص روستد تاعو سلايسد يتمشى بزاف. تسمى الماكله خير من دارهم اللي يجي ياكل هنا، خير تاع الدار ديرك تاع ماماهم ديرك. والماش بوتيرو بالماش بوتيرو والبارسلي ما شاء الله. وفرماج كيري وهيفي كريم. فيري جود. والتشيكن الهول تشيكن روستد. عندنا الهول تشيكن. وهذه سبيشال فيجي بالصوص ليمون ما شاء الله. لي سيجار فوالا. انا عندك نشتوك من كل شيء، عندي زلابيه عندي خبز. عندنا لي سيجار. روحي طلعي نصوروا طلعي نصوروا. هاي عندنا البوراك هاوليك البوراك ما شاء الله. هذا مازال باش نطيبوه هكذا طيبوه كيبقى 20 دقيقه ولا من يقرب المغرب نخليوه. ان شاء الله. واش فيه الداخل؟ التونه البطاطا المعدنوس والتشيز كيري. ما شاء الله. خلاص باش الحكايه تاع الطياب كيفاش بدينا الطياب؟ بديتو على ال 11 كملتو على الوحده. باش نسمي المطلوع وربط المقروض التمر والماسيدوان راها ثاني نعطيك تصورها. يتسمى تسوق خمس عراس نورمال في النهار، خمس عراس تسوقهم تروح هكذا تنوض وتركب خمس عراس معاهم كاع تاكلوا كاع باذن الله. وعندنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه اليوتيوب والفيسبوك. وين راكم؟ وين راكم ما شاء الله؟ وشنو هذا بصح؟ الروز التونه ممرض. الله اكبر. ماسيدوان ماسيدوان هايله ما شاء الله. هبطنا للشاورما الطابق السفلي هذايا. نطلعها حبطنا الطابق السفلي كاع بلي زيبيز الشاورما ما شاء الله معمراتهم باش ما يضربهمش الشحم ولا الزيت. والله غير هايله والله غير هايله ما شاء الله. دوك هذه كيفاش طلعيها لفوق؟ يا غادي نطلعوها. شحال تقعد باش تبدا باش تطيب هذه باش تبدا لها زعما؟ 30 مينوت تطيب ميم با 30 مينوت تقدر هي. ما بوي حمزه قلت لكم خالتي حمزه كان كونتاكتيني واقي ربع شهور ولا خمس شهور قبل واحد 6 مانث. واحد 6 مانث يعيط لي وانا في دالاس، يعيط لي في كاليفورنيا، يعيط لي ما كاش. اليوم كيف جيت ما عيط ليش؟ جيت وحدي وما على باليش باللي هذه هي البلاصه تاع حمزه اللي سبحان الله
والله سبحان الله مبارك الله فيك والله يحفظك والاخر كيف كيف الجاليه تاعنا كان اللي يسمعوني والله غير مليح على الجاليه تاعنا هنا في نيويورك السيد السيد قسما بالله ما نزد عليك كلمه والبارح سمو كريم هذا من الغرب جاك له شربه قال لي والله خير على ثاني ديرها امه قول الحمد لله والله العظيم راني صايم تمر حمزه كيفه حل على الزهر حل على الزهر راهو يبان بلا ما تحل تبان هذه دقله نور هذه تاع الجزائر وهذا كيفه هذا ثاني تاع الجزائر تاع الجزائر ما شاء الله ما شاء الله هذا احنا جبناه حل اللي تعجبك حل على الزهر اه ودي راه اصبر شوف شد شوف شد لي كاميرا بسم الله بسم الله الله اكبر كم شي خوف من ربي الواحد دوك يضرب حل واحد اخرى زيد حل واحد اخرى بسم الله اكبر يا خو يا هذه في يدك الذوب ايماجيني في فمك السلام عليكم الروح انا الروح صافي الكلمه هذه اللي قلتها لي عجبتني بزاف والله والله علاش فتحنا المطعم هذا قلت لي كلمه شابه والله لا اله الا محمد رسول الله احنا كبير كي كنا قاعدين نحكيو قلت عليه ما درتش بروجي هذا على ما درتش هكا على ما درتش كي قلت لك احنا ماذا بينا نديروا مطعم للجاليه الجزائريه هنا في نيويورك بصح الحمد لله ربي وفقنا باش نديروا حاجه نقدروا نتلاقاو بعضنا نقدروا نسخفوا على حاجه ناكلوها نقدروا نشوفوا بعضنا حاجه عائليه وين جاليه تقدر تتلم كامل من جامعه تاع الصلاه ميم لي زاميريكا كي يدخلوا الله يبارك عجبهم الحال يلقاو حاجه نظيفه ما شاء الله احنا عندنا عامين احنا نخدموا في الحانوت باش حلينا صح تشوف المضافه كيف الله يبارك وانت كيف لاباس صح بخير الحمد لله شوفوا كي دخلت على البو رمضان رمضان قلبو قلت له ضحك شويه ديموري هذا وانا يضحك الحمد لله خويا يمين باش تفهم برك باش تفهم بلا بيه الريستورون ما كانش عيق له بلا بيه الريستورون ما كانش عيق له يمين اليمين على جالوك عندنا امين باش تفهم صبرت تزير كاع شافتك تزير كاع ولا تعرفك صح شافوك خلف الكواليس عصر نوريهم وراء الكواليس اصبر كاش باتيسري كاش غير هو صاحبي قول والله اه والله فما تروح ان شاء الله باذن الله خويا واش راك صافا تركي رايح في تراك ديالك باش تفهم رايح في تراك لا فامي تركيه ما شاء الله اليمني عندنا علي من اليمن حبيبي والله احنا اول كل يوم هنا كل يوم. اعطيني رايك في الاكل لازم نسمعوا رايك نحيلي الاكل طيب الحمد لله والناس محترمين على كمان الحمد لله والعرض حقه ممتاز ونظيف الحمد لله الحمد لله رمضان كريم ان شاء الله كل عام بخير بارك الله فيك كريم وش رايك في الماكله كريم في سيرته الماكله ما شاء الله سيرته كيف بدا صادر مجابينها طريب يا وفي رمضان هذا ما شاء الله كاين كلش الحمد لله تصور هذو الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ربي يحفظك مطلع يحب معك يا هذا مطلعنا وات از ذس ما شاء الله ما شاء الله اصبر انا اسمي ونسيته الله اكبر الله اكبر يعني هذا المطلوع هذا يا 7 سنين انا في مليكان اليوم وين راه بسم الله شو الحاجه في حاجه في الشباب باذن الله تعالى قلت لك كي تجي سيرت انا وش يصير تحقق احلامك عندك حلم اروح سيرت تحقه في الماكله حتى اروح سلام انا نروح سامر الله يبارك بلاستيك في الترك في انقره ماشي هنايا بلاستيك في انقره لا مع حمزه خويا راني غايه الحمد لله الحمد لله عطيني الباترون تاعنا ها طيب صح قول لنا يعني حاجه للجزائريين ان شاء الله الله يحفظهم والله يكمل لهم راهم متمنين هذا عيد وبشير سيدنا رمضان ان شاء الله اللي بكر في الاقواعد يعطيهم قواعد امين يا اللي ماشي متزوج ان شاء الله يعطيك بنت الحلال وليدات الحلالين وربي يجمع شبنا ان شاء الله معنا يد واحده الله عندنا عمو كريم واش راك؟ رمضان كريم صح بخير كل المسلمين خويا والله الحمد لله الحمد لله اعطيني رايك في سيرته انت كليت عنده مقر والله ما شاء الله والله كيت عنده كي القهوه كل شيء الحلاوات ما شاء الله والبريم مناسب الحمد لله ما شاء الله الحمد لله من جيش لا من جيش ماشي دخل لا راني نخدع فيها انا نخدع في زيك ولا غير نجي باذن الله ماشي اليوم والله غير راني مشهور اليوم عندنا والله ما راح نفطر راني داي وشنو لي داي الماكله منا زكي نقول لك حاجه اللي يدخل عند السيرطا ما بقاش يروح البلاصه والله غير هذا الانسان دور شوف عاود دور لي يشهد الله اني احبه فيك الله يحفظك والله غير احبك انت عارف انت يو نو ذا ديب انسان اللي يحبك اي لاف يو برو تحب هذا والله غير لي الزوم خويا هاي روح بسم الله بون خاودي ما دام مش حقي ربع الله يحفظك هيك ابوك مش حكي لا بس حمي عمر مليح
محوقه ولا نورمال؟ نورمال ربيعها عندك هاي هيك هاي نديرو بابي هنا في الارض صح نديرو لها بابي هكذايا نديرو لها بابي هاي بالله هادو يجو هكذا كيما راهم في زوج في زوج نبدوهم في زوج نبدوهم نحطوهم هنايا قاتلنا هادي راو يشهي فوالا بسم الله بسم الله عليك نعاودو نحطو هنايا نجيبو بابي منا كيما راكم تشوفو لي سيكاربي نصفوهم منا ولا منا معليه مين بغا قلبك رمضان هادو قال لك خمسة هادو قال لك ثلاثة بخمسة دولار الغلاية يا خويا يا خويا الغلاية يا خويا وانا جيت محقق احلامي يا خويا نجيكم غير خطرة في العمر ما نزيدش نجيكم يا خويا طايب معليش غادي ان شاء الله سي بون هامليك هادية واش تزيد لها؟ زيد لها الصلاة على النبي اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام هذه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خلاص الله يربح سي بون صح الشربات ما هضرنا عليه والو خاطي الشربات هذايا بنة عظيمة بنة كبيرة البارح كي جاب لي محمد من على الشربات قلت له راني في مبارك كيفاش نسير بيه نروح الشربات خاطي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا بنتي يا بنتي وهنا ما قديش الله اكبر هاي ليك المهم ما كثرش هضره بزاف مطعم سيرته عمي يوسف دورنا تشو عمي يوسف واش رايك في الماكله عند سيرته بيرفكت الحمد لله عمي يوسف يحشم عاود دورني لنا عاود دورني خلاص ما تكثرلوش عمي ما يحبش بزاف مطلوع تلمسان خاوتي راهو ملهيك مطلوع تلمسان باذن الله ثاني رانا راح نتخطفوا فيها زوج ولا ثلاثة ان شاء الله غير زوج بركي فيه باذن الله اذا راك هنايا لازم تزور سيرته واذا جيت زياره لين يوم ديورين هذا الشهر ولا افتر رمضان ان شاء الله يو هاف تو كم تو ذيس بليس هكذا كوز يو جاست سو ذا فود ذا ات لوكس سو ديليشس اند اي نو ذا ات از سو ديليشس لا اله الا محمد رسول الله مرحبا بكم في الاول تاع رمضان في الاخر تاع رمضان مرحبا بكم في العيد الصغير في العيد الكبير مور رمضان مرحبا بكم في راكم بدافريك في راكم بديومون الله يربح في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف في الليل النهار وقت ما تبغوا الله يربح مرحبا بكم ماذا بينا نبقاو حالين بكم انتم احنا حالين على جالسكم رمضانكم ورمضان كريم كل عام وانتم كل عام وانتم بخير ان شاء الله تحياتي يلا سلام القمان يبغيكم بزاف الله يغنيهم مالك قول لهم والله يا القمان يبغيكم بزاف ما على بالهمش كان معكم لقمان زاد الله في روحكم كامل كيما راكم ربي يحفظكم نتلاقاو ان شاء الله في عدد قادم باذن الله اذا ما راكش مشترك في القناه ما تشتركش معليش واذا راك مشترك نحي الاشتراك ما ديرش جيم ما تبارطاجيش العكس عكسها ما مدير كل حاجه بالمعكوس تهلاو في روحكم وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه واسك التسليم يلا تلاقاو باي باي السلام عليكم زغرت عليا دروك هاك زغرت والله غير زغرت هاي روح انت والويله من عند خالتي روحي برك تحية زين ومرحبا بكم انا شو تموت على الجزائر تموت 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 على الجزائر